صح البنطلون حدا يروح يطلع على مفاتيح مظبوط مظبوط لا بدنا ندور ولا شيء خلونا نطلع باب الغرفه ونشوف اذا الخزنه مفتوحه طبعا ما شباب وسط حضور جماهيري كبير عرض العمل المسرحي العشاء الأخير برؤية جديدة في تقديم أعمال المسرح وتأليف على غير العادة التي تقتضي دائما لتقديم أعمال مسرحية معدة ومترجمة على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب موضوع الناس اللي عم تطلع من هاي الملاجئ الأطفال اللقطاء واللي مع الأسف هاي الأزمة أفرزت كتير منهم ضمن هذا الوقت وصرنا نشوف كتير ناس أو جيل كامل طلع من هدول الأجيال اللي ما قدرنا نحن كمجتمع نتقبلهم أو نستقطبهم أو نوصل لحلول كافية لأنه هن انخرطوا ضمن هذا المجتمع حبينا نعمل نقلة بالمسرح القومي حبينا نسلط الضوء على قضية أما نعيشها كل يوم بس ما حدا حاسس فيها قضية استغلال الأرستقراطيين أصحاب رؤوس الأموال للناس المستضعفين المهمشين بالمجتمع من خلال حبكة معينة نوصلها للناس بطريقة منيحة العشاء الأخير فكرة جديدة عم تنطرح يعني بالمسرح القومي لأول مرة هيك فكرة هي أحداث عم تصير ضمن مجموعة لقطاء مستغلين من قبل رجل شجع يعني جشع أحداث متلاحقة بمشهد واحد لمدة 50 دقيقة تمكن المخرج فيها من ترجمة صياغة حبكة المؤلف وقدمها الممثلون ببراعة واحترافية كبيرة هذا العمل ضاف لي كتير شيء تعلمت من الدكتور حازم الانضباط الدقة الثبات نحن بهذا المسرح الجاد بيختلف عن عملنا بمسرح الفكاهي الكوميدي كتير فأخذت هذا الدور اللي هو مغتصب يعني اللي كان كتير يتوسد لصديقة له بالملجأ الفكرة كتير مهمة هي بتحكي عن الاستغلال هي بتحكي عن انه القوي على طول هو اللي بياكل الضعيف هي بتحكي عن الانسان القوي الاستغلالي هو اللي بيقدر للانسان الضعيف اخذ شخصية ليلى ليلى هي بتمثل شريحة من المجتمع يلي عم يتم استغلالها بطرق بشعة فليلى هي بتحقق العدل والعدالة وبتنتقم من كل واحد بطريقة شي أنا بعتبر هي أول تجربة بشتغل بهالعمل الممثل على طول في شيء جديد إذا ما استفدت من العمل اللي اشتغله يعني مو أنه والله جيت على البروفة ورحت وما استفدت ما ضفت شيء على مسيرتي الفنية والحمد لله ضفت وأنا فخورة أنه اشتغلت على طول بشتغل مع مسرح حلب القومي العشاء الأخير عمل قدم رسائل مجتمعية عن النفاق والفساد والاستغلال والخداع ليبين صوت الحق والعدل في نهاية المشهد وهو الصوت الذي لا يعلى عليه